بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الأمناء العامين للمنظمات المواطنية، السادة ممثلي البعثات الدبلوماسية، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة ممثلي المنظمات المانحة، السيد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، السيدات والسادة الحضور الكرام، يسعدني التواجد بينكم لافتتاح هذا الحدث السنوي الهام، ولا يفوتني في البداية أن أبعث إليكم بتحيات وتشجيعات السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد. نعتقد هذه الدورة هذه الدورة تحت شعار المؤسسة والجمهورية شركاء في إعادة البناء، وهو موضوع على غاية من الأهمية ومناسبة للحوار والنقاش بين مختلف المتدخلين، والذي نأمل أن يفضي إلى تصور مشترك. كما نقدر مجهود المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في جمع شمل كل المعنيين بالشأن الاقتصادي، وخاصة أصحاب الأعمال والباحثين الشبان والقطاع المصرفي والإدارة والشركاء الاجتماعيين والجامعيين والخبراء، وذلك تعبيراً عن المسؤولية المشتركة للحفاظ على الجمهورية وإعادة بنائها. وما وجودي بينكم اليوم إلا تعبير عن الاعتراف بالدور الرئيسي للمؤسسات الاقتصادية في ازدهار تونس، وعن حرصنا على ضمان أفضل الظروف لتطويرها في المستقبل. يكتسي هذا اللقاء أهمية كبرى، لا سيما في فترة تعرضت فيها جمهوريتنا للتهديد واهتزت من أسسها، مما دفع رئيس الجمهورية إلى اتخاذ تدابير وقائية استثنائية من شأنها أن تضع تونس على درب تصحيح مسارها الديمقراطي والتأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة، استجابة لإرادة شعبها وتطلعاته المشروعة، وأن تعمل على ترسيخ أمنها واستعادة عافيتها الاقتصادية في ظل التحديات الحالية. سيداتي سادتي، تمر البلاد اليوم بصعوبات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى اختلال موازنات المالية العمومية، وتعتبر هذه الوضعية نتيجة لعديد التراكمات والإخلالات وغياب نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتناسب مع احتياجات البلاد. إن الأزمة اليوم عميقة ومتعددة الأوجه، من حيث انخفاض معدل النمو الاقتصادي، من حيث تفاقم نسمة التداين التي تضاعفت خلال 10 سنوات، مما أدى إلى تدهور التصنيف السيادي والحد بشكل واضح من قدرتها على حصول التمويل الخارجي، ومن حيث أيضا وضع اجتماعي هش مع ارتفاع معدل البطالة، وخاصة لدى الشباب وأصحاب الشهادة العليا والنساء بصفة خاصة وفي جميع القطاعات، والذي ارتفع خلال السنتين الأخيرتين بسبب آثار الجائحة، وأيضا من حيث تفاقم العجز المائي بفعل التغيرات المناخية، مما أثر على القطاع الفلاحي ولكن أيضا على الاقتصاد
بأكمله. ومن حيث أيضا وضع بيئي حرج كما تعلمون نتيجة عدم تنفيذ استراتيجيات هيكلية وضعت بالأساس في مجال مقاومة التلوث وتطهير المياه والنفايات، بالإضافة أيضا إلى أزمة صحية عالمية عمقت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وسلطت الضوء على نقاط ضعف النظام الصحي. سيداتي سادتي، ما هو المطلوب من الحكومة اليوم؟ إن خصوصية الأزمة التي نمر بها تتطلب تحديد وتنفيذ سياسات مناسبة لتجاوز التحديات الكبرى، مما يستوجب التصرف بسرعة وفاعلية وإظهار الجرأة والشجاعة والإسراع دون المساومة على مستقبل أبنائنا. ولمواجهة هذا الوضع الدقيق علينا بذل مجهود وطني شامل وتضافر إرادة جميع القوى الحية لضمان إنقاذ الاقتصاد التونسي. لقد مثل 25 جويلية 2021 حافزاً جديداً لدفع الاقتصاد في هذه الفترة الانتقالية وإعادته إلى صدارة الأولويات، كما كان تسريع حملات التلقيح واستقرار الوضع الصحي في تونس نقطة تحول لصالح التعافي الاقتصادي، حيث أظهرت المشاركة التلقائية لجميع مكونات المجتمع والمبادرات من داخل البلاد وأيضاً من خارجها والزخم التضامني مدى الإحساس بالواجب لدى جميع التونسيين وقدرتهم على التعبية من أجل بلادهم. وهذا ما قلتم الميراكل التونسيان يتمارش. وفي هذا السياق الصعب يجب أن نعمل معا جنبا إلى جنب لإعادة وضع البلاد على المسار السليم نحو النمو الاقتصادي والتنمية والاجتماعية والبشرية. ومنذ 11 أكتوبر أكدت الحكومة الجديدة على قيم العمل والشفافية وتكريس العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وعلى مبدأ المساواة أمام القانون، وعلى استعدادها أيضاً لتحسين حياة المواطن على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والثقافية، والعمل في كل المجالات في إطار الاستدامة وضمان السيادة الوطنية. من ناحية أخرى، ما يمر به العالم من أزمة صحية غير مسبوقة وتسارع التقدم التكنولوجي وآثار التغيرات المناخية يستوجب أن نقدم تصوراً جماعياً جديداً لهذه التحديات لدعم موقع تونس المغاربي والعربي والمتوسطي والإفريقي ولإعادة بناء الاقتصاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما نعتمد نظرتنا كما تعتمد نظرتنا على إلى أهمية كبرى للقدرات البشرية والابتكار وريادة الأعمال ولتثمين المواهب وتحرير الطاقات، لا سيما من خلال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، مما يساهم في دعم منظومة الأقطاب التكنولوجية لتطوير المؤسسة وللحفاظ بالنخبة وتدافي هجرة الكفاءات وفق ما نسميه الانترناسيوناليزيشن ات هوم. كما نحرص حاليا على ضمان الأمن الغذائي والمائي وتحقيق التحول الإيكولوجي
وتسيير آليات الانتقال الطاقي عبر تطوير الطاقات المستجدة، وستكون هذه التحويلات قاطرة للتنمية المستدامة بالجهات. السيدات والسادة، تبعاً لذلك فإننا عازمون على وضع خطة إنقاذ وإنعاش الاقتصاد الوطني لبناء مشهد اقتصادي مبتكر يحتوي الجميع ويضمن إدماج كل القطاعات والآلفات والجهات في الدورة الاقتصادية من أجل اقتصاد أكثر إنسانية وأكثر استدامة وأكثر إنصاف. وذلك إن استعادة الثقة هو الضامن الأساسي لاسترجاع ديناميكية الاقتصاد الوطني وخلق الثورة. وتتأكد هنا الحاجة الملحة إلى تكريس دور الحوار الاجتماعي في التشاور والتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر والعمل المشترك من أجل المصلحة العامة. وتحرص الحكومة على إطلاق الإصلاحات الضرورية لقيادة تونس نحو الخروج من الأزمة الحالية ودفع محركات النمو واسترجاع نسق الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. وسيرتكز البرنامج الإصلاحي للحكومة على منهجية تشاركية تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة بما من شأنه أن يضمن الالتزام بمسار الإصلاحات الهيكلية ويهدف إلى استرجاع التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية. نحن عازمون على إنقاذ النسيج المؤسساتي وإرساء بيئة استثمارية جاذبة لخلق الثورة، ونحن بصدد إيجاد حلول لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى التي تواجه صعوبات. أذكر على سبيل المثال عقوب لوزبات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبينها على سبيل المثال قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وفي قطاع استغلال محطات معالجة المياه المستعملة، وذلك لتحسين جودة المياه المطهرة من أجل الحفاظ والأجدر على البيئة. ونسعى إلى دفع الاندماج المالي لتسهيل النفاذ إلى الخدمات المالية من قبل جميع الفئات الاجتماعية، خاصة الضعيفة منها، بما يسمح للقطاع المالي بالانخراط في تحقيق الأولويات الوطنية، ومنها مكافحة الفقر والبطالة والتهميش الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في إدماج الاقتصاد الموازي. كما نعمل حالياً على تطوير الإدارة العمومية من حيث الهيكلة وأساليب العمل واستخدام التكنولوجيا الرقمية بهدف تحسين نجاعتها وقدرتها على التفاعل مع المواطن والمؤسسة. واعتباراً لأهمية نجاعة القطاع العمومي، ستشمل الإصلاحات الوظيفية الوظيفة العمومية من خلال تكريس آليات التصرف حسب النتائج في الموارد البشرية والمالية، فضلاً عن تحسين أداء وحوكمة المؤسسات العمومية. كما نعمل على توفير المناخ الملائم لتطوير الإطار الترتيبي والتشريعي لممارسة الأنشطة الاقتصادية بتبسيط الإجراءات الإدارية وتفعيل ما نسمي la guillotine des procédures et des processus administratifs، وتسريع نسق إلغاء التراخيص الإدارية والمعطلة بالاستثمار وضبط القائمة السلبية للاستثمارات الخاضعة للترخيص، فضلاً عن تحسين البنية التحتية وخدمات النقل واللوجستية بغرض تيسير المعاملات مع الخارج ورقمنة الخدمات
المزداد للمستثمر. سيداتي سادتي، لقد شرعت الحكومة في إعداد مشروع اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد متكامل سيبعث بإشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب والبلدان الصديقة المستعدة لمساعدة تونس مالياً، وسيسمح بتحسين التصنيف السيادي لبلادنا. واخترنا أمام تعقد الأوضاع اعتماد الصراحة والشفافية والتحلي بكل الموضوعية في تدارس التحديات وانتهاج منوال تشاركي للعمل على التقدم في تصحيح السياسات والخيارات الكبرى. فيما يخص موضوع إعادة هيكلة الديون، إن الدولة التونسية كانت دائماً حريصة وستبقى حريصة على خلاص تعهداتها الخارجية في الآجال نظراً لمستوى احتياط العملة الموجودة بالبنك المركزي التونسي، وإدراكاً بأهمية الإدماج الاجتماعي ودور المحوري للشباب في بناء تونس المستقبل، تحرص الحكومة على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتدعيم المصعد الاجتماعي لتكريس تكافؤ الفرص لكل الفئات في كل الجهات. سيداتي سادتي، إننا نؤمن أنه من الضروري إعادة التفكير في عقد اجتماعي جديد يؤسس للعيش معاً ويقوم على القيم المشتركة للاحترام والتضامن والتسامح والمساواة، وهي قيم هويتنا التونسية. كما نعمل على الحفاظ على استقرار وحسن تسيير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة. في الختام، أود التأكيد على أن في وجه الأزمات في أوج الأزمات تتحرر الطاقات والابتكار لإيجاد الحلول الخلاقة، وأنا واثقة أن الذكاء التونسي والمؤسسة التونسية لهم القدرة لدفع تونس نحو الاستقرار والنمو. وأخيراً، أتوجه بالشكر مجدداً إلى كل المشاركين، وأتمنى لكم التوفيق في أعمالكم. Maintenant, je voudrais, avant de céder la place aux travaux, à vos travaux, je voudrais m'adresser à nos partenaires, dont de nombreux représentants sont ici présents, et souhaitant qu'ils fassent écho de mes propos auprès de leurs communautés respectives. Je ne vais pas rappeler la profondeur de la crise multiforme que nous traversons. Mesdames et messieurs se chargeront à ma place pour ça lors des travaux. Je voudrais insister surtout sur le fait que notre action gouvernementale a l'ambition sincère et œuvre pour la durabilité des résultats attendus du train de réformes systémiques et holistiques que nous avons d'ores et déjà enclenché. Comme vous le savez, le corollaire de la durabilité, c'est l'appropriation de l'ensemble du processus par toutes les parties concernées. C'est pour cela que notre démarche, depuis le 11 octobre, a été celle de la participation et de la consultation. Nous allons continuer d'agir en concertation avec les forces vives de notre pays pour redresser le cap de notre économie. Ma participation aujourd'hui parmi vous en est la sincère
illustration. Mesdames et messieurs, le rétablissement de la confiance est et restera notre leitmotiv. Le temps est malheureusement notre pire ennemi. Nous disposons d'une fenêtre dite de tir qui se contracte inéluctablement. Par conséquent, nous devons donc tous agir avec efficacité et agilité, sans compromettre l'avenir de nos enfants, et faire preuve d'audace, de courage et surtout de ténacité. Nous allons actionner trois leviers. Le levier zéro interférence. Nous ne sommes mus que par l'intérêt général. Le deuxième levier est celui de la transformation par la production et la compétitivité. Notre troisième levier est celui de la protection des plus vulnérables, notamment en cas de crise. Maintenant, quelques remarques conclusives, parce que j'ai promis de le faire à mes collaborateurs. Le dinar est votre monnaie. Sa valeur se détermine en fonction de votre comportement, et là, je paraphrase monsieur le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie. Nous sommes déterminés à donner au dinar une politique économique responsable, une politique économique de croissance. Nous avons également une parfaite conscience des répercussions du déséquilibre des finances publiques sur les équilibres financiers et monétaires dans notre pays. La solution à nos problèmes de finances publiques est le retour rapide à la croissance, monsieur le ministre de l'Économie. Tous les freins à la croissance seront démantelés et nous avons d'ores et déjà actionné la guillotine des procédures administratives. Les réformes structurelles sont inéluctables et se feront en harmonie avec les partenaires sociaux pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens, le capital public national et pour préserver les plus vulnérables parmi nous, notamment en ces temps de crise. L'inclusion sociale, économique et financière sera un objectif primordial pour toutes nos politiques. Permettez-moi de rappeler, en contribution ultime à vos travaux, que la République et l'entreprise ont une valeur commune, celle de la liberté. C'est dans la liberté qu'elles peuvent exister et qu'elles vont s'épanouir durablement. Elles ont également les mêmes menaces et les mêmes risques, ceux liés à la gestion et à la gouvernance, et j'entends par là la corruption. Merci infiniment pour votre écoute, je vous souhaite le meilleur et encore une fois, toutes mes félicitations pour vos 35e journée de l'entreprise, Monsieur le Président et chers collègues. Merci infiniment.